السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميك 16 معاكم جينا لكم بمقطع السبت الجديد. الناس الجدد اللي ما تعرف هذه السلسلة مقطع السبت باختصار شغل محتوى وننتقده بأدب واحترام وبدون تعدي. كالعادة معي فيصل سمباي طريقته زي مشتا. وخلونا نشوف اليوم. طبعا ما احتاج اقول لك مين برضو دود نور ستارز قاعد تنادينا. نزلت مقطعين على كيك هات طالع قول هذه قاعد تنادينا حرفين. والله يا جماعه ما احنا مستقصدينا. والله ما احنا مستقصدينا. جوله في غرفتي الجديده ومقطع مع هتان. البي سي موجود. البي سي الحمام موجود ولا هذا السبب متطلب؟ لا غرفتها جديده. ايوه في حمام جديد. تعال نخش على السريع بس نشوف. فهمت ايش اقول لك لما اقول لك نور ستارز قاعد تنادينا؟ هي دخلت على قناتي بعدين قالت والله هذول اللي يطقطقون علي. او ماي جاد اللي نعطيهم محتوى زياده. لا حرفيا كنا قاعد نسوي لنا سيكول فاهم. هتان البي سي هتان البي سي. شوف كيف نتاكد لو تزوجت هتان 100% نور ستارز. نور ستارز معليش على المقاطعه بس حبيت اقول لك اني انا جددنا الميزات الجديده في الانتساب. تقدر تشارك في سلسلة الأسئلة الشهرية اللي حتكون فقط للمنتسبين. برضو تقدر تحصل مقاطع إضافية حتكون مقاطع شاطحة لكن حتكون رهيبة من اللي راح تعجبك. وأيضا تقدر تحصل كل الإيموتس والباج اللي موجودة عندك. وبرضو تقدر تصير إنسان أسطورة يعني كونك منتسب عند منك 16. اخي لازم اخربها في النهايه. ميزات الانتساب موجودة عندك تقدر تطلع عليها. وشكرا على المشاهدة. Peace out motherfuckers. المهم والله ما كان ودي بس والله العظيم مو كل يوم نور ستارز تنزل مع هتان وتسوي جوله في غرفتها مره ثانيه. عارفين انت راح يعني قررنا وقلنا قبل كذا انه خلاص ها ما عاد في نور ستارز. هي اسطوره. هي عظيم والله من جد. يتكلم نور ستارز من اكثر الناس اللي ضحكوني. نعم المهم خلينا نشوف المقطع الاول العظمه. اخيرا التقينا انا وهتان بعد علاقه الكترونيه على التيك توك. علاقه الكترونيه على التيك توك لما نتزوج عيالهم قالوا لهم كيف تقابلتوا؟ قالوا على التيك توك. هولي شيت. متى العرس؟ جاء حبيبك دحين اللي تحبيه، كم حتطلبي مهر؟ وقف قالت كيف اخلي الناس تكمل الفيديو حقي؟ خليني احط اكثر لقطات كرنج في البدايه بطريق الناس على طول فجرها. متى العرس؟ حبيبك جاء. كنا صار في تويتر كنت اشرب قهوه. ما حد يشرب قهوه بيدين في حياتي كلها ما قد شفته. هاي الكل كيفكم؟ شرطكم بألف خير. اليوم بلتقي بهتان. هتان هتان دو 2 مليون. هتان اللي بتيك توك اللي قلت عنه احب اخوي اللي ابو الرب. ها؟ ايش دخل ابو الرب؟ ما ادري. هتان رمت ابو الرب. ابو الرب حق شيرين. لو سمحت. ايه. ما تبي نوصل ما نبغى. I love you. You love me too. We don't love each other. I love you. I love you. We don't love each other. Hello. How are you? I am drowning. قاعد ترمي له كيسز كيسز كيسز. لا اخوي اخوي مين يبوس اخوه؟ What the fuck والله يا راندوم. مهما كانت ايامك عيشها اكثر اكثر. عبر عن افكارك في الجوهر قبل المظهر. ولو نكته حلوه لا تخافوا تقولوها. حياتك هي الان. لو نكته حلوه لا تخاف تقولوها. اوكي خلاص اذا ايه قالت لنا اي نكته تجيك اليوم قولها. كبير. هذه فيها تم القبض على طول. ستايلي قالوا ما ليش كذا كرنج كرنج كرنج. حب اخوي الله التقينا. الله التقينا. لازم سؤال مين الرجال؟ مستحيل يكملها. مستحيل يكملها. اوه ليش شد فجأة طاش مطاش؟ هي نور ستارز اللي تسوي ليدت. مستحيل نور ستارز قتابة طاش مطاش؟ ترى هذا شارع الشيخ زايد اتوقع انه مرة مشهور في دبي يعني المفروض تكون عارفة. لا تفضحنا. هم حينزلوا المقطع بعد ساعة من التصوير. لا تفضحنا. سوت الإيديت في السيارة. نور ستارز 3 سنين ضايفة ما نزلت ولا سنابه من 3 سنين. عرفت الحركة كلها هذه كلها اعلان. اي والله ايوه ترحوا لي اسماء ولابسة ناروتو. لابسه ناروتو. ايه هي جيمر. كاميرتي ما فيها شحن. كاميرتي راح تفصل من الشحن. هتان طيب ايش حتسوي؟ كاميرتي ما فيها شحن. قبل كاميرتي ما فيها شحن جاز الجو تغير صار في عاصفه رمليه. وليش هتان كاميرتك ما فيها شحن. عاصفه رمليه يا شباب. شطحه غريبه. قبل تطلع الكاميرا الجو تتوقع ترمي موضوع ثالث كمان. اي وفجاه كذا كت لونها اصفر. لونها حاليا نحن عم نطلب قهوه. ايش
سنتسقى موضوع رابع. اتمنى الصراحه تسوي هاتريك. جيب قهوه بس لون السماء شوف. هات القهوه جايز. عازمني هتان طبعا اكيد. ثانك يو. يلعن ام المدله هتان جاي لنا الامارات. هو اللي يسوق هو اللي يعزم. كوجي الكاميرا خليني اراويكم. قبل ما تطفي الكاميرا خلينا نشوفها. قبل ما تطفي الكاميرا خلينا نروح جمال برج خليفه. الله جمال برج خليفه. بعدين زومنا على هالتان فجاه خلونا نشوف جمال برج خليفه بعدين. شايف الجمال؟ طبعا شايف جمال هنا جمال هناك. وين وين وين؟ هنا وهناك. وين؟ خلاص قول قول مره ثانيه. هنا وهناك. ملزلز يلعن ام الشطحه. ملزلز جاب امه في مقطع نور ستارز. والله الاديتر مو هي اديتر سعودي متاكد 100%. برتيرو مسكين من زمان ما خلينا يشتغل. مشغول مشغول ايه مشغول. طفر خلص ميمان حقه فضي. الو نور ستارز عندي ميمان جديده. السؤال الاول بسم الله الرحمن الرحيم. انتوا تحبوا بعض ولا حب اخوي؟ من جد حب اخوي. حب اخوي 100%. تحبني؟ مرة أحبك. حب أخوي. دود أنا ما عندي الشعور بالكرنج. صرت أتابع ذا الشيء عادي أعوذ بالله. قاعد أحاول أحس بالكرنج. قاعد أقول محمد أنت قاعد تصير مريض بس أنا قادر. يقول إيش الشيء اللي اكتشفتوه مشترك بينكم؟ بيننا عسل. شيء مشترك بيننا؟ لا ما في مشترك. أنا إنسان هادئ. هي فيها شوية من الجنان شوية. تشغل أغاني ترقص في السيارة. أوه يعني مجنونة. مجنونة تشغل أغاني ترقص. شوف لينان قاعد تشرب قهوة بيد واحدة فباقي الموضوع ما صار. اي اي شوية زهينة فجأة. اول ما اصير دكتور اسنان اصيع 3 سنين بعدين اتزوج. اي تروح دكتور اسنان تلاقي فجأة هتان عندك. سناني كويشة متى كذا تحس الوقت المناسب انك تتزوجي؟ لما انت تقول لا. اصير فنانة عالمية. والله اتمنى كلها خير لنور ستارز. والله اتمنى اشوفها فيلم هوليوود. انا مو بتمنى مو سالفة اني اتمنى لها شر بس يعني انا لا مو هوليوود لا تكفى. الا لا لما نصير فنانة عالمية ايش الفنان يعني ايش ممثلة ولا مغنية ولا ما ادري فوزكس نظام ازكس اوريدي عندها 20 مليون تقول لما اصير فنانة عالمية. اوف تخيل نور ستارز تتزوج ازكس ولدهم حيكون الالتيميت فنان عنده كل المواهب في الحياة. يصير الالتيميت فنان وهنا يصير الالتيميت كرينج. كم حتطلبي مهر؟ 5 مليون. 5 مليون ربية معطيك. تستاهل القمر نجيب لك هو بس مو 5 مليون. كم نور أول مرة قابلتها كنت قاعد تسوي إيديت في الفيديو حقها. سلمتي طلعتي زي كذا سلمتي ورجعت قلت هذه شايفة نفسها شكلها. وبعدين مع الوقت عرفت إنها قلبها تعرف الفلين الأبيض سيم سيم. اول مره اشوف واحد يوصف القلب على انه فلين ابيض. فلين هش تكسر بسرعه. صارت فيها العاده انه اسمع كثير قبل ما احكي من نارين. اخذت افكار نارين كلها زي كذا. صرفتها راح تبكي من قلب الابيض. هو اجى بوقت انا بسوي اعداد لفيديو اديتنج فقلت له هاي كيفك شو اخبارك سلمت عليه. قلت له بس خليني اكمل شوي. فهو قاعد يحكي مع مدير اعمالي شوي قبل ما خلص. تمار يجنن كيوت كذا مملوح. فات هاي نور كيفك الله يا مبين من ابتسامته يحبني. يعني يضحك اكبر نكدي بالعالم. جيبوا له اكبر نكدي بالعالم بيضحك هذا. انا هبدت الموسم اكبر نكدي حيمسكك حيمسح رقبتك. يقول لك ابعد عني بدون ما يقول انك بس وجه لهذا. ايوه اوه ماي جاد. دود انا مستعد ادفع 10,000 دولار لهتان لو قدر يضحكك. ايش ما تشرب مويه انت؟ يا اخي والله بعدين ايش هذا حمراء يا فيصل؟ حمراء مره ثانيه؟ حمراء مو بنكي حمراء. ايش باللون الاحمر؟ لا خلاص يلا مو مشكله. شخصيته اللي بتشوفها بالتيك توك هي نفسها بالواقع واحلى بالواقع. اوه انا كنت قاعد اقول يمكن مو كذا هو في الواقع. طلع نفس الواقع واحسن. الاحسن حق نور ستارز يعني الأسوأ. السؤال اللي ما اعرف كم. ايش اللي خلاكي تعجبي بهتان وتصور الفيديو الاول في تيك توك؟ صراحه كيوت كان.
خلاص كيورد لونه اسمر طويل خلاص خلاص كل الاسئله نفس الجواب. المشكله كم شيء يقول قبل اول مره قابلني قلت له دقيقه بس وبتكلم مع مدير اعمالي هذه اول مره سوي ليدتين كانت وقت ايش اتفاهم اتفاهم انه صار قاعد تبين انه هي ترى مره انسانه ما انا كنت قاعد اسوي الايديتنج وما كنت فاضي له وهو راح تكلم مع مين مو اختي مو امي مو صاحبتي مع مدير اعمالي الين انا خلصت الين انا الانسانه المشغوله جدا الهوليووديه لين خلصت اعمالي بعدين قدرت افضاله شوف فاهم البناء ترى البناء فيه غرور كبير ايوه حتى في المقطع الاول حق البي سي انا بزنس وومن عشان كذا ما طلعت البي سي عشان لا ينسبون لي ماي تايب بشوش كده ماي تايب ماي تايب حلو يو نو ماي تايب ايوه مين هو 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 ايه هو مين يعني يا قلت تقول انت هذا اخوي 100% ماي تايب واسمر وما ادري ايه رمت نفسها رميه بنت كلب عنده وهو يقول لها تستاهل القمر بس والله ما اعطيك 5 مليون انا ما بتزوج الا عمري 30 زبد لها 37 مره وهي برضو ماي تايب يو نو ماي تايب ماي تايب بالله قال ماي تايب تايب ماي تايب زوجني من جديد قالت دوبها ماي تايب وهو جنبها ماي تايب ماي تايب يو نو ماي تايب ايش اسمها بالعربي بتكمل لسه تقول له بالعربي بالفرنسي انه افهم افهم الله خليه ايش لبدش الالماني وجه الشكل شكلك شكلا ماي تايب اشتغل الكرنج اشتغل الكرنج ما قدرت والله والله اوه مره ما قدرت هذه قويه مره تو ماتش ذوقي بالعربي كانك ذوقي استغفر الله بالعربي استغفر الله لما قربت ذوقي اوه لا فك مره غلط لا استغفر الله كانك ذوقي لا لا انت ما يتعب فك يو تبلك انجليزي عادي بالعربي لا جمال فانا لما شفتك واو أخويا لا لا خلاص تزوجنا تعبتيني تزوجنا مرحلة ذي خلاص كمان يعني عارفين كلنا عارفين أول ما نزلت الفيديو حقي اللي هذا أنا سويت دويت وسبته خلاص ما قلت لا كلمها ولا حاجة دخلت الانستغرام لقيتها برضه مسويت لي فولو سويت زي كذا إيه سويت فولو باك زوم كمان اللي تقول ولا تير وصخ يا اخي اول ما شفت نور شنو كانت ردت فعلك قد كذا في الحقيقه يا جماعه قد كذا صغيره مره نقطه نقطه كشكل صغيره مره كشخصيه وزي كذا كبيره مره كشخصيه يب شكله سفل فيه قالت لا لا عيد عيد قصته انت حتيجي جده معي لا اجي وراك بس لو جيت جده تاخذني ترويني يعني اذا جيتي فوت شوفي انا انسان تعرف انه انا ادرس طب Yes. ما مرة ما عندي وقت. هو نسيت. بوجت. اسمع أنا مرة مشغول ماني فاضي لك فا. بعدين سيب بغض النظر بغض النظر عن تخصصك يعني أنت صرفتها كذا تراك صرفتها قالت لك بتيجي هي ضيفة. جاز من عيوني ألف ألف وديك كل محل في جدة. تود من جدة إيش فيها كورنيش وخاص. ما أدري كان يقدر يتجمل معاهم. ما من عارف ليش الناس تحسسني إنه جدة هي المكان الفاهم حق الخرجات. ما فيها شيء حرفيا إيش فيها؟ كورنيش حرفيا ترى إحنا جدة مرة على كورنيش. بعد كورنيش طالب بعث. أنا الواحد جاني جدة أقول له اسمع أخذك لفة على أحسن مطاعم عندي قرموشي البيك قريات أفضل مطعم قريات البيك كدة. كشك شاي هنا بطل ناخذ منه شاي نعناع حرك. حرفيا أمس بيدرنا البيت. السعودية في إجازة من عيوني حدد كذا 10 دايز ألفك على السعودية كلها أوكي خلاص أنت متى إجازتك؟ بعد 3 شهور أوكي خلاص بعد 3 شهور أجي السعودية 5 دايز والله ناشبت له والله ناشبت له والله تبي تجي فاهم بقول شوف كيف طالع فيه عندي تدريب صيفي وهذا آخر سؤال تتزوجيني؟ أتزوج أنت ها؟ أتزوج أنت؟ أيوه أنا يتزوج أنت؟ أنت يتزوج أنا؟ أيوه خويا خويا صح إيش؟ ستيب سيستر ستيب براذر ايش فيه؟ اسوأ اسوأ هذا ايش يسمونه؟ او ما ادري استنى ايش الزواج الاخوي؟ ما في زواجهم هم ولد اخوي بعدين يشوفوا ترى هذه اخت ما هي اختي انا احبك وانا احبك اكثر اخويا تو ماتش تو ماتش تو ماتش بعدين يزعلون
بدين يزعلون لما نطقطق عليهم. انا ما سويت شيء شباب. انت قاعد يو جيف مي ذا ريزن تو دو ات. بنحب اخوينا بدل راح نتزوج اخوينا بعد الزواج راح نجيب اولاد. طنش اضافري لانه عن جد اخذت بريك. اخذت بريك من الصالون، اخذت بريك من كل شيء. قعدت بغرفتي وريحت راسي وهديت. بتعمل جيمنج شكلها؟ تتوقع تقول اعمل جيمنج؟ يا رب اتمنى اتمنى من كل قلبي. عم حاول العب جيمنج يعني. على طول قالتها عم العب جيمنج. ما تخيب نور، ما تخيب. هاي مراية باللونين الابيض. تمام تمام انت وانا على الريسيرش شو هذا ريتارد؟ اه ريتارد ايش هو ريتارد؟ المشكلة انه ملاكم وكويس. ها؟ ملاكم وكويس. جارة الدجاج مو خوي كانه كان شيء متخلف. ركز على الفيديو. اول مرة بحياتك تصور في مش انت اكيد مش امتي في قهوه. انا الاحترافيه في الموضوع يا جماعه 18 مليون عندي قلت القهوه حقتي جيبي ستاند جيبي ريك جيبي اي حاجه. وات ذا فاك ايش قاعد يشوف هنا؟ الوان فاقعه مره. او ماي جاد. بعدين يقولون محتوى ميكس محتوى سهل. شوف قاعد قال والله محتوى صعب. قاعد تابع نور ستارز. حطيت السيت اب تبع الجيمنج. حبيت هالمكان لانه اوسع من طاوله الجيمنج العاديه وكمان بيمشي مع ستايل غرفتي. وهون حاطه اقلام. على فكره بحب اجمع اقلام اوسع من طاوله الجيمنج العاديه. او ماي جاد شكلك تحسب للجيمرز لهم طاوله معينه فاهم؟ اللي فيها ار جي بي بس يمكن الوان طبيعيه. ايه اللي فيها الوان طبيعيه اتوقع زي كذا. هي عندها مفاهيم غلط مره. فوق اي ديسك. بعدين شطحت على سالفه الاقلام يا اخي. دامت نو صارت كذا. هذا الركن حقي. شوفوا الاقلام حقتي، شوفوا الاسلاك حقتي، شوفوا الخشب وتسحب على الاساس الجيم. انت تستخدمه في الطاوله دي اصلا؟ الاقلام حطيتهم هون لانه بيعطوني طاقه راحه نفسيه. او ماي جاد هذه فاهم الطاقه غلط. كنت قالتها قبل؟ لا قالت انا نص بناتي ونص دارك مدري ايه. والحين تقول القلم يعطيني طاقه. اكتبي فيه. الله قلم هذاك يحب كنترولرات. زين استنى جبتها. فاكينج بروفيشنال هذا. تنتين جيب. يا استنى. ولا هذه ولا نور ستارز؟ كثير عالم بيسالوني يعني منكم امتى حتعملي فيديو جيمنج؟ امتى امتى؟ جايز انا مشكلتي انه انا بعصب وانا بلعب وبصرخ كثير وانا بلعب وباخذها بشكل شخصي اذا بخسر. بس هي احنا لا احنا ما نعصب ولا نلعب ولا نسب. ايه جيمرز هي بس الحالة. العام مع نور ستارز انها فوكس قاعد. مالك شكله عشان قوة القلم حقت الراحة. عشان هي ما تبي تخرب الصورة العامة حقتها انه نور ستارز كيوت ومدري ايه. طبعا هذه الصورة ما حد شايفها الا هي ترى حرفيا. بس هي ما تبي تخربها انه اصلا هي ما قاعد تلعب. بس انا ليش قاعد ابرر لها؟ هي ما قاعد تلعب كذابة. عن جد بدي حدا يعلمني يعني اذا في جيمر موجود عم بيشوفني هلا وبيحبني يعني وهيك انا اعلمك. نسيت عندي دوام 9 ساعات. دائما بنسأل شو اسمي بالجيمنج؟ اسمي بالجيمنج اتوقع بيكون نور ستارز مره كذا بيسك. اوه ايوه اعتقد بتقول اسمي نور ستارز. انتم الجيمرز ليش تسوون اسماء غبيه زي كذا؟ لازم تكونون بيسك اتوقع كذا بتقول. لا ممكن كمان تكتب اي شيء ثاني عشان ما حد يعرف انها تلعب وبعدين ايه بعدين نور ستارز مشهور فاهم يغيرون عليها وينصبونها. رح اندم اني قلت لكم بس هذا هو اسمي. كيو كيو تخفى فيه قالت لك. ما هي حاطه صورتها دوبا سوت ام الحساب. انا راح اندم اني قلت لكم. بوم فجر ام الشاشه. كيو معناها بيور او نقي باللغه اليابانيه. ما عندك ولا فريندز يا نقي يا. على فكره بلشت اتفرج انمي من فتره. ايوه شفت صايد الجو. اقول لك صايد الجو. اذا تتابع من جد ايوه كيميتسو نو يايبا وجوجيتسو كايسن وانميات بنات بعدين. وصرعتهم بالبيت يعني انه لك اوه جابان كوريا انمي. مو كذا تصيدي جو انا خذي كورس ترى جنوي جبان كوريا ايتشي ساكي ايشي تطلع الصالة جبان تحسبنا بالصالة نجي نجري الدرودة دقيقة يا برا عمام يعني
ليش لا؟ كونيتشيوا. على اساس انت بتعرف يعني جابانيز، هي كلمه واحده اللي بتعرفها. انت ما بتتفرج انمي اصلا؟ بتتفرج انمي؟ شو بتتفرج؟ ناروتو، دراغون بول، ون بيس، ديمون سلاير. ارجع بكلامي اوكي. بيعرف انا المبتدئه بالانمي صراحه. المهم جايز انه هاي سيت اب الجيمنج. هلا وصلنا لاكثر جزء انا بحبه اللي هي جهه المكتبه. خرجت نفسها بسرعه بسرعه بسرعه. انمي ايش تشوف مدري ايه. وانا مبتدا اول احسن شباب المكتبه. يلا ليتس جو. المكتبه هذا الانسان ما تقدر تاخذ ولا شيء على محمل جد. يعني حتى المكتبه متاكد انه فيها فاكينج بولشيت. قدم شويه وثلاث اربع اشياء ما قرتها، والاشياء اللي موجوده تلاقيه اشياء مره سطحيه زي كذا. ما ادري ليه ما تاخذ الافورت انها فعلا تحترم الشيء وتتعلق فيه. فاهم قصدي؟ يا نقدم بسرعه. هون في عنا الجوائز اللي ربحتها. والله يا انها اسوأ جائزتين موجوده في الحياه، حقت نيكلوديون اي تي بالعربي. عارفين تشوف عندنا الجائزتين عارف ناخذها بالسليك دود. نيكلوديون اعطوا احمد ذا شو اسمه ديفلز جيم، اعطوه جائزه افضل جيمر. هو مال امه دخل في الجيمنج. بالحكي عن الجوائز جايز، انا مرشحه لبيبل تشويس اوورد. حط لكم رابط بصندوق الوصف. بليز 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 فوتوا وصوتوا لي. والله لا اقطع معك بتصويت. هاي شوف مين معاه الحين. فجاه يطلعوا الناس مؤثرين فاهم. فجاه مين دول؟ بسم الله. ميدل ايسترن ما نعرف ولا واحد من دولي. ما في واحد فيهم اصلا. حتى مستاذ ما عرفته. هذا عمر كويس. كرم كرم فزوزه فوزو فوزازه اسمه نكته. The winner of the people middle eastern مدري فوزازه. انا تستاهل الله. لا ما تستاهل. في هرجة طويلة. كل الكتب اللي هون أنا بحبهم. كلم المخ الأبلة. عرفنا everything makes sense الحين. مشتريتهم عشان الألوان. صح. Oh my god. Holy shit. قاعد ترتب الكتب حسب ألوانها مو حسب الكاتيجوريز حقتها. هذا مكتوب بيتشز. Why men love bitches. خليني اشوف تحت شكله اخضر. كتب الخضر تحت في هاي الروايه. ايوه فك السوداء. اي والله من جد حط امه. كل واحد لحاله. صغر عقلك. وين 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 انت بسمتاتو زي ما هي السمتانة. سمتان جدا. نو ستارت. استمري استمري. صوت لك بس ما عندنا ايميل. ايه ما الموضوع متعب شويه الصراحه. استمري. Good job.